أعزائي التلاميذ، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى حصة من حصص القراءة الوظيفية. خلال هذه الحصة خلال هذه الحصة أي الحصة الثانية من المجال من الوحدة السابعة والمتعلق بعالم الفلاحة والصناعة والإنتاج، سنحقق الأهداف التعلم التالية: أولا، القدرة على قراءة النص قراءة معبرة، ويقصد بذلك الطلاقة واحترام علامة الترقيم، مراعاة مخارج الحروف، مراعاة الإيقاع الصوتي، احترام المدود، النبر. ثانيا، القدرة على تحليل ومناقشة أفكار النص. ثالثا، القدرة على تحديد أفكار النص الفرعية والأساسية. رابعا، القدرة على صياغة خلاصة لمعاني وأفكار النص. إذا نمر الآن إلى التذكير بما جاء في الحصة الأولى. إذا السؤال: ما هي أهم الأفكار التي تم التطرق إليها خلال الحصة الأولى؟ إذا مهلة للتفكير. إذا بالنسبة للأفكار التي يعني تم الترويج لها في الحصة الأولى، أولا هناك استعانة الإنسان ببعض الأدوات لمزاولة أعماله اليومية. ثانيا، إشارة الكاتب محمد السيد عبد السلام لبعض الآلات الحديثة في القطاع أو في المجال الفلاحي. ثالثا، نتائج دخول الآلة الميدان الفلاحية. رابعا وأخيرا، كيفية تحقيق التنمية في المجال الزراعي. إذا الآن نمر إلى قراءة النص. إذا من المفترض أن تكون هناك قراءة فردية. إذا نمر إلى الـ أفكر ونبدأ أولا بأحلل وأناقش. إذا السؤال الأول: بماذا تتميز الفلاحة العصرية عن الفلاحة التقليدية؟ أعزائي التلاميذ، إذا طرح هذا السؤال: ما هي مميزات الفلاحة العصرية؟ وما هي مميزات الفلاحة التقليدية؟ إذا أمهلكم يعني لحظة للتفكير في هذا السؤال. إذا نمر. إذا مميزات الفلاحة التقليدية: تعتمد الفلاحة التقليدية على أدوات بسيطة في الزراعة، ترتكز على الرعي في تربة الماشية، تتميز بضعف مردوديتها. في المجال الزراعي هناك استعمال أدوات بسيطة كالمحراث التقليدي والمنجلي، الاعتماد على التساقطات، يعني ما يقصد بها الزراعة البورية. بالنسبة لقطاع تربية الماشية، الاعتماد على المراعي الطبيعية. فيما يخص مميزات الفلاحة العصرية، فهي تعتمد بالأساس على أساليب وتقنيات حديثة تتم في ضيعات واسعة، تتميز بمردوديتها المرتفعة وبكون إنتاجها يتوجه نحو الأسواق الخارجية والداخلية. بالنسبة للزراعة العصرية، فهي تعتمد على أدوات متطورة كالآلات والجرارات إلى غير ذلك. بالنسبة للماشية، فهي تعتمد على الأعلاف والإسطبلات. بالنسبة للفلاحة في الميدان العصري، فهي تتميز بمضاعفة الإنتاج وبجهد أقل. نمر إلى السؤال الثاني: ذكر في النص آلات فلاحية متقدمة، أذكر أسماء آلات فلاحية أخرى. إذا النص تطرق إلى آلات فلاحية ثقيلة. إذا سنحاول أن نتطرق إلى بعض الآليات الفلاحية اليدوية، ومنها المجرفة والمذرات والشوكة والمشط، بالإضافة إلى مقص التقليم والجاروف اليدوي الصغير، والذي يقصد به أداة ضرورية للبستنة والتي تساعد على صنع الحفر الصغيرة في الميدان الزراعي. بالنسبة للمعدات الزراعية الثقيلة، فقد ذكرت جلها في النص. وبالنسبة لأسماء المعدات الزراعية الأوتوماتيكية، فهذا سؤال موجه إليكم أعزائي التلاميذ لكي تبحثوا فيه.
يعني البحث في أسماء معدات زراعية أوتوماتيكية. نعم، نمر إلى السؤال الثالث. ما هي المناطق الفلاحية التي تزدهر فيها الفلاحة في المغرب؟ نعم، إذا ما هي المناطق، إذا وجه إليكم هذا السؤال أعزائي التلاميذ، ما هي المناطق الفلاحية التي تعرف بالإنتاج الفلاحي في المغرب؟ نعم، إذا لحظة للتفكير. إذا نمر. إذا أعزائي التلاميذ لاحظوا هذه الخريطة، فهي تبرز أهم المناطق الفلاحية بالمغرب. فهناك 7 مناطق، يعني المناطق يعني الملونة بألوان مختلفة كما تلاحظون. إذا هناك منطقة دكالة، سهل تادلة، سهل الحوز، منطقة الغرب، اللوكوس، حوض ملوية، سهل سوس، بالإضافة إلى واحتين كما تعلمون، هناك واحة درعا وواحة زيز والمعروفة بإنتاج التمور. نعم، إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي. أذكر تقنية فلاحية تساعد على مضاعفة الإنتاج. نعم، إذا سؤال موجه إليكم أعزائي التلاميذ. إذا سنحاول أن نعرض هذا الفيديو لكي نتعرف على التقنية المستخدمة فيه. نعم، إذا ما هي التقنية؟ فهي تقنية يعني معروفة في الفلاحة العصرية. إذا بماذا تسمى هذه التقنية؟ نعم، إذا فهي أعزائي التلاميذ، فهي تسمى بالتقطير. فهي نعم بالفرنسية تسمى غوت أغوت، غوت أغوت. نعم، الآن نمر إلى هيكلة النص. أعزائي التلاميذ، الآن سنحاول أن نقرأ الفقرة الأولى ثم نتعرف على الفكرة الفرعية أو الجزئية الخاصة بالفقرة الأولى. إذن الآلات الفلاحية. سارت الأدوات مع الإنسان عونا له عبر رحلته الطويلة، فقد ساعدته إبان عصوره الحجرية الأولى، وعندما بدأ في الاستقرار وممارسة الزراعة كانت الأدوات البسيطة التي تيسر له الحصول عليها معينا له في خدمة الأرض وفي اجتثاث الحشائش وفي فصل الحبوب عن القش ثم في طحنها وإعداد الخبز. إذن استمعتم إلى هذه الفقرة الأولى. إذن ما هي أو ماذا يريد أن يقول لنا الكاتب فيها؟ نعم، إذن أمهلكم لحظة للتفكير. إذن فخلال هذه الفقرة فيمكن أن نقول بأن هناك يعني مرافقة الوسائل والأدوات للإنسان خلال مختلف محطاته في الحياة، بالإضافة إلى يعني ذكر دورها بالنسبة له. نعم، إذا نمر إلى الفقرة الثانية. إذا نقرأ الفقرة الثانية كي نتعرف على فكرتها. نعم، ومع تطور الإنسان تطورت الأدوات إلى آلة فأصبحت أساسا في الزراعة المتقدمة، إذ لا يمكننا أن نتصور زراعة منتجة متقدمة دون آلات حديثة من جرارات زراعية وملحقاتها كالمحاريث والباذرات والمسمدات والحاصدات، بالإضافة إلى آلة أخرى متنوعة منها رشاشات المبيدات الفطرية والحشرية ومضخات رفع المياه. ثم إن استصلاح المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية لا يمكن أن يتم في أسرع وقت بمعزل عن الآلات العصرية. إذا أعزائي التلاميذ، ما هي الفكرة التي يروج أو يريد الكاتب أن يروجها أو يوصلها إلينا في هذه الفقرة بالذات؟ نعم.
إذن نلاحظ أن هناك تطور الزراعة رهين بتطور الآلات الفلاحية، وكذلك أهمية هذه الآليات في تهيئة واستصلاح الأراضي الزراعية. إذن هناك فكرتان: تطور الزراعة رهين بتطور الآلات الفلاحية، وأهمية هذه الآليات في تهيئة واستصلاح الأراضي الزراعية. نمر الآن إلى الفقرة الموالية. إذا نقرأ الفقرة: لقد أتاح استخدام هذه الآلات في الدول المتقدمة الفرصة لمضاعفات الإنتاج مرات عديدة وبجهد أقل، والقدرة على سد احتياجات أعداد كبيرة من سكان المعمور. نعم، إذا ما هي الفكرة التي يمكن أن نخلص إليها من خلال قراءتنا لهذه الفقرة؟ نعم، نمر. إذا هناك إدخال الآلة إلى المجال الفلاحي مكن من: أولا، مضاعفة الإنتاج، ثانيا، توفير الجهد، ثالثا، الرفع من الصادرات. نمر إلى الفقرة الرابعة والأخيرة. إذا نقرأ هذه الفقرة: إذا من هنا فكل تنمية زراعية تستلزم الإقدام على التوسع في الآليات الزراعية، وهذا الإقدام يتيح لقطاعات من السكان التوجه نحو الصناعات والخدمات، وبذلك ينطلق المجتمع في ركب التطور والازدهار. نعم، إذا ماذا يريد الكاتب أن يقول في هذه الفقرة الأخيرة من النص؟ أعزائي التلاميذ، إذا لحظة للتفكير. إذا نمر. إذا هناك فكرتان: علاقة التنمية الزراعية بإقحام الآلة في المجال الزراعي، ثانيا، توفير الآلة رهين بتشغيل مزيد من اليد العاملة. إذا نمر الآن إلى تلخيص هذه الأفكار. إذا أعزائي التلاميذ، بإمكانكم توقيف الفيديو لمحاولة يعني بلورة ملخص يجمع كل هذه الأفكار التي تطرقنا إليها. إذا في هذه الفقرات الأربع، إذا نمر لقراءة يعني ملخص، نموذج ملخص بإمكانكم أن تنتجوا أفضل وأحسن منه. إذا الملخص يقول: ضمن النص الوظيفي المبرمج خلال الأسبوع الأول الوحدة السابعة المتعلق بعالم الفلاحة والصناعة والإنتاج، استهل الكاتب المصري محمد السيد عبد السلام حديثه بإبراز أهمية الأدوات الفلاحية بالنسبة للإنسان، والتي ظلت ملازمة له منذ وجوده على سطح الأرض، لينتقل بعدها إلى استعراض لائحة بأهم الآلات الزراعية الثقيلة والتي يعود لها الفضل في مضاعفة الإنتاج وخاصة في الغرب. يضيف الكاتب: ينتهي إلى أن تحقيق النهضة والتنمية في الميدان الفلاحي مشروط بالاعتماد والارتكاز على إيلاء الآلية الفلاحية الصدارة في هذا القطاع الحيوي الهام. إذن بهذا أعزائي التلاميذ، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحصة. موعدنا يتجدد إن شاء الله في الحصة المقابلة. إذن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.